أما ما يتعلق بكون الأنبياء أشد الناس بلاء فقد جاء به الحديث في المسند بإسناد جيد أن الأنبياء أشد الناس بلاء، ثم يبتلى الرجل على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه قوة شدد في بلائه، وإن كان في إيمانه ضعف خفف بقدر ما يكون مما يتناسب مع ما في قلبه من إيمان.